بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. قام سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة نجل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة نجل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتكريم فريق طموح بطل بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرمضانية لكرة القدم 11 ناصر 11، حيث يأتي توجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكليف سمو الشيخ محمد بن ناصر وسمو الشيخ فيصل بن خالد للتكريم من منطلق الاستشعار بأهمية جيل المستقبل في المنظومة الرياضية وتحديدا الكروية، وبهدف احتضان أصحاب الإنجازات الرياضية وتزامنا مع مبادرة سموه لعام 2018 والتي أطلق عليه عام الذهب.